ومن طرابلس شمال لبنان معنا مراسلنا أحمد الهاشمي، وأيضا من بيروت معنا مراسلنا حسين خريس. أبدأ معك أحمد، يعني الجو اليوم عشية ما شهدته طرابلس بالأمس، وهل هناك دعوات للتظاهر والاستمرار في التحرك اليوم؟ نعم نبدأ تحياتي. نستطيع أن نقول بأن الهدوء قد عاد إلى المدينة بعد حوالي أكثر من 3 ليالي من المواجهات مع الجيش اللبناني، كان آخرها وأعنفها هي ليلة أمس تحديدا. هذه الساحة ساحة النور كما بقي الساحات الرئيسية والشوارع الرئيسية، وإضافة إلى بعض الأحياء الداخلية في المدينة شهدت مواجهات عنيفة بدأت فعليا بعد ظهر يوم أمس. السبب الرئيسي فيها كان محاولة من بعض المتظاهرين هنا لإيقاف شاحنات كانت قد توجهت من مرفأ ميناء بيروت تحديدا إلى الحدود، حدود منطقة العبودية الدبوسية هنا شمالا في لبنان، وكان الهدف الرئيسي هو إيقاف هذه الشاحنات بحكم بعض الأخبار التي تم يعني ترويجها. وكان الخبر الرئيسي فيها أن هذه الشاحنات هي تحمل مجموعة من المواد الغذائية، وهذه المواد الغذائية هي مدعومة من قبل الحكومة اللبنانية وهي من حق المواطنين اللبنانيين. ولكن الحقيقة ظهرت لاحقا ببيان الأمم المتحدة الذي أكد على أن هذه الشاحنات هي شاحنات محملة بمواد غذائية كانت أصلا متجهة ومقرر أن تتجه إلى سوريا. هذا الاحتقان فعليا يعني كان قد سبقه بالأيام السابقة، وكان هو السبب الرئيسي يعني للأمانة، سبقه بالأيام السابقة كم كبير من تهريب مادة المازوت، وهي مادة فعليا يعني يعتمد عليها اللبنانيون بتنقلاتهم بالشاحنات وبغير ذلك، وحتى بالتدفئة شتاء كما هو معروف فعليا. ولكن هذه يعني هذا التواتر إن صح القول بوجود هذه الأخبار وبالتجيش فعليا أوجد هذا الكم من السلبية. لذلك كان المشهد أمس مزعجا جدا بالنسبة لأهالي المدينة تحديدا أهالي منطقة التبانة. نستطيع أن نقول بأن اليوم هو يوم مختلف تماما عن ما حصل فعليا يوم أمس وباليومين السابقين. أعود إلى بيروت مع حسين. حسين، هناك أيضا دعوات للتظاهر، ولكن يعني على ما يبدو الرغبة بتلبية هذه الدعوات متباينة بين مجموعات مختلفة كانت تشارك بكثافة. ما الذي جرى للشارع في بيروت؟ الشارع في بيروت أصلا منذ انطلاق التحركات في 17 من أكتوبر تشرين الأول الفائت لم يتوحد تحت جبهة واحدة. هناك مجموعات عديدة، تختلف هذه المجموعات بالنظرة إلى المطالب الاجتماعية، منها ما هي مجموعات تعتبر أن سلاح حزب الله الخارج عن نطاق الدولة وعن توجيهه من قبل الدولة والأجندة السياسية الخارجية التي لدى حزب الله هي سبب كل المشكلات، باعتبار أن هذا الحزب هو حليف للأحزاب المتهمة بالفساد وبالتالي يحمي هذه الأحزاب. هذه إحدى المجموعات. مجموعات أخرى تعتبر أن المطالب المعيشية هي أساس كل المطالب قبل الدخول في النقاشات السياسية. هناك مجموعات أيضا لا تؤمن بأن التغيير يأتي من داخل هذا النظام، وبالتالي ينبغي تغيير هذا النظام وينبغي التعديل أقله في هذا النظام، باعتبار أن الآليات الموجودة داخل هذا النظام وتحديدا الرقابية هي تحمي كل المؤسسات الإدارية من الرقابة منذ إنشائها، أسست بهذا الشكل، أسست على قياس أن يسمح لكل حزب بأن يتصرف كما يشاء في المؤسسة التي يكون ممثلا فيها عبر وزير أو عبر نائب أو عبر رئيس دائرة. لذلك حتى هذه اللحظة التحركات خجولة جدا في وسط بيروت. أمس أيضا انتهت قبل الساعة 7 من مساء ليل السبت الأحد. شكرا جزيلا لك من بيروت حسين خريس، وأيضا شكرا لأحمد الهاشمي من طرابلس.